طب انا اوريدي خلاص فريق العمل اتوصل مع الرقم يا ستي، مش عايزه اكلمها يا ستي. انت كلميها. انا مش عايزه اكلمها يا ستي. هي داخله هوا معانا. ما انا مالي، انا مش عايزه اكلمها. ما اتفضل رد عليها بقى انت. عايزك. لا حبيبي عايزاك. الو بصراحه اتفضلي. احمد ما بيستقص نشاف شويه طويل. احمد اسمه احمد. رد يا حبيبي. ألو. رد انت عليها. لا رد يا شرف. الو ما بيرد هو. قال لي 7000. هو انت بعد كام قالوا بتردي؟ الو يا ده برضه. طيب ده احنا بنغني. لا ما سامع صوتك. الو ايوه ايوه ازيك يا اختي نعمه. اسمك ايه؟ انا اسمي اهلا وسهلا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. شايفاكي متجوزه جوزي ما شاء الله وقمر في الصوره. انت عرفتي بقى خلاص؟ شكلي ما عنديش مشكله بقى في الموضوع. ما عنديش مشكلة؟ لا حبيبتي عندي انا، بس بقول لك ان هو بقى خلاص يعني اتفضلي بقى كده هو عندك خلاص على طول. اقطع المكالمة دي يا استاذة. ما هو لو الكلام ده بجد يبقى خلاص. يعني لو الكلام ده هزار وانا حاسة انه ممكن يكون هزار. يعني لما نروح نتكلم بقى. ما احنا لما نروح نتكلم. هو ايه اللي خلاص؟ ما لما نروح. لا هو ايه اللي خلاص؟ هو احنا مش لينا بيت؟ ما انت عايز ايه يعني؟ انت حضرتك عايز ايه؟ هو يا جماعه ايه ده عيب كده والله. حضرتك ممكن ترد عليها تكمل؟ ما هو قال لي حبيبتي خلاص خلصنا. عايزه حاجه تاني؟ هتقفل السكه طبعا. اكيد هتقفل السكه. ليه يا ماما؟ ما عندهاش حاجه تخاف عليها. عايزه حاجه تانية يا ماما؟ المكالمه قطعت يا جماعه. فاصل وهنرجع لكم تاني. نرجع تاني؟ استنونا. ده انت هتروحي النار بجد. مش مصدقه نفسي. أنا اسفه على اللي حصل. انا ولا لا يلا يعني نمشي. يلا نمشي. انا مجرد يعني ولا مشي. لا 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 يلا نمشي. لا انا مش عايزه. مش عايزه. مش عايزه. حبيبتي اقعدي اقعدي اقعدي. لا انت فضايح وقله ذوق. انت انسانه بجد غريبه جدا. انت معقده. انت مش طبيعيه. يلا انا متشكره جدا ليكي. لا لا انت مش طبيعيه. متشكره جدا. لسه هترجعي تاني بعد الفاصل؟ انت مجنونه؟ على فكره احنا ترند. لو سمحت ترند. على فكره يلا ده مره اشوفك. خلصت بعد 10 سنين على فكره. انا اول مره اشوفك ترند. ايه بس الحلقه هي هو طيب. بص حضرتك اللي بقى ترند مش انا. بصي اللي بقى ترند. انت قلت بقيت ترند يا حلوه. الحقيقه انتوا اللي بقيتوا ترند. الحمد لله ده رضا من عند ربنا. روح بقى عشان انا عيال في البيت ولا لسه كتير؟ طب لازم الضيوف التانيين يرجعوا عشان. طب انا عايزه اروح. يا عم والله العظيم انا هاديه. بس انا حاسه ان في يعني انا حاسه ان في لعب فمحتاج اروح اعرف اللعب فين. صح يا حبيبي؟ لا يا حبيبي انت ما تعملش كده. انا عارفه. هو انت بقى لك قد ايه متجوزه؟ سنتين. لا يا حماده ما فيش الكلام ده. انا متاكده والله. خلاص بقى. طب عيني فينك؟ خلاص يعني مش وقت الناس. لا والله بتكذب صح؟ بتكذب. النبي شكلك بتكذب. انا مش عايزه. انا مش او بتتكلم بجد. ما هو الحالتين يومك ازرق. يا ستي لا ده خراب بيوت. دي ست قللت الذوق. لا لا قللت الذوق بجد بجد قمه في قله الذوق. لو سمحتي هي بتعمل شغلها. هي مش قله الذوق. هي بتعمل لا شغلها. لا بصراحه انا عايزه امشي يا ستي. انا عايزه امشي. وانا كمان عايزه امشي يا ستي. عايزه انت اكيد معقده. انت بجد مش طبيعيه. بصي لي كده ليه؟ ما تبقى عدل. انت بتخانقي معايا في البرنامج. بتخانق معاكي في البرنامج بتاعك عشان لا احنا جايين ضيوف في البرنامج بتاعك وانت مش عايزه تحترمي احنا عايزين. خلاص بقى دي عندك مشكله. خلاص عايزين نروح والله. لو سمحتي خلاص والله انا عايز الحلقه. طب انا بعتذر لك. انا انت مالك اصلا؟ انت بتعتذري ليه؟ ما فيش دعوه. انت طيب هناخد الفاينل. ما خلاص بقى بالفاينل. الفاينل هاخد الفاينل. هنمتحن. هاخد الفاينل. ماشي اتفضلي اتفضلي يا استاذه. طب وانت هتفضلوا سايبينها لي كده كتير؟ هي بينا. حفظت البيجامه والروب خلاص. هو ده روب ولا بيجامه اللي انت لابسه؟ حاجه على ايه؟ يا طيب جماعة ادوني بس كيو جماعة دلوقتي. النتيجة هما بيبلغوني بيها في الكنترول. الفلوس يعني الجايزة رايحة لمين؟ تمام. عارفة مين اللي كسب؟ طيب تتوقعي مين كسب؟ مش فارقة معايا والله خالص. طيب على فكرة انت اللي كسبتي عشان انت اتعمل فيكي مقلب في برنامج المتزوجون. والله العظيم والله العظيم انا عارفة. احنا كنا بنعمل انت بنور احمر بنور احمر. انا عارفة والله حسيت. وانت قلت لك عينك بتكذب اصلا. انا قلت لك عينك بتكذب اصلا. لازم تسيب. لا لا هو ما عملش كده اصلا والله. ما عندناش بس انت فعلا مستفز قوي. انت
عارفه لولا ان انا عندي احساس ان هو مش طبيعي ما كانش هيبقى ده رد فعلي، لكن انا عارفه ان هو احنا عايزين احنا عارفه ان احنا بنعرف فيه وبيحب قد ايه وافق على طول ده بجد. ايوه والله واحد ده في رمضان. لا لا الجهاز الاحمر واخضر ده لا طبعا حبيبي مش حبيبي بجد هنا جالكم الظاهر انتوا بس اللي بجد بس انتوا طيبين ورمضان كريم واحنا انبسطنا بيكم يا رب ما نكونش كنا تقيله قوي عليكم. لا ما كنتش كنت رخمه معاكم يا اخي. يلا وافقي وافقي بصي هنا واكيد موافقه خلاص الحمد لله اكيد موافقه. يلا في امان.